قبل ما نتكلم عن اي حاجه بتخص الطفل لازم نعرف ايه صفات الطفل اللي احنا هنبدا نتعامل معاه. صفات الاطفال كتيره جدا، هنتكلم عن اهم صفات فيهم. اول صفه هنتكلم عنها، الاطفال كثير الحركه. الطفل مهما كان عنده درجه من درجات الهدوء فهو كثير الحركه، بس احنا المهم دلوقتي اللي احنا ازاي نوظف الحركه الكتيره ديت في حاجه تبعده عن ايذاء نفسه او ايذاء الاخرين. اول حاجه ممكن نخلي الطفل يساعد مامته في البيت، ممكن نخلي الطفل يشترك في نادي، يلعب رياضه. تاني صفه هنتكلم عنها النهارده هي حب الطفل للفك والتركيب. الاب والام بيعتبروا الصفه ديت نوع من انواع التخريب، علشان كده لازم نبعد اي حاجه احنا خايفين عليها عن ايدين الطفل، ونبدا ان احنا نجيب حاجات للطفل قابله للفك والتركيب زي المكعبات وزي البازل. اخر صفه هنتكلم عنها النهارده هي صفه العناد. نادر جدا لما نلاقي الطفل بيبدا يلبي اوامرنا من غير الحاح او اصرار. العناد صفه اساسيه من صفات الطفل، عشان نتخلص من العناد من عند الطفل لازم نحسسه بالاستقلاليه. الطفل لما يعمل حاجه حلوه لازم نحفزه بيها،